رغم صعوبة الموقف. مش عارف والله يا نوجا. اختار هاني عبد العزيز ومرفت. أما ملحم الذي لم يجد أي مساعدة من سميرة ونجوى، والله ما قلتوش شي، أنا بحيري من أمر. اختار الحسين وعبدو للعرض النهائي هذا الأسبوع. وصل الدور لكل من سميرة ونجوى لاختيار موهبتين فقط من فرقهم. نعم أيوة، ولقد دقت ساعة المعاناة، صار وقت تعلنا عن الصوت الثاني يلي رح يكمل للمرحلة الأخيرة. إذا كانوا الأربعة منيح شو منعمل؟ منصوت راسنا بالحياة يعني؟ The Voice Senior غداً 9:30 بتوقيت السعودية على NBC One.